شاركت في الستوب موشن أنيميشن لأنه كنت حابة أتعلم إشي جديد وأكتسب خبرة. يعني زمان دائما كنت أشوف كيف الفيديوهات الستوب موشن وكيف الصور بتتحرك وهيك، كنت أستغرب إنه كيف يعني بيعملوهم، فحبيت أشارك في هذا البرنامج لحتى أتعلم. استفدت من الستوب موشن أنيميشن إنه كيف أستخدم هذا البرنامج برسوماتي، لأنه أنا كفنانة إنه بلاقي صعوبة كيف أصورها بالطريقة إنه كيف تلفت انتباه الجمهور أو كيف إنه يشوفها. فأنا حبيت إنه هذا الستوب موشن أنيميشن إنه كيف بيعرض الصورة أو اللوحة، كيف بيحركها وبطريقة كتير مبهرة، يعني أي حد بيشوفها لقيها إنه واو يعني كتير حلو. بلشت أرسم اللي هو المشاهد. المشهد الأول إنه في كفة إيد بتبدأ فيها العين تفتح وتسكر. المشهد الثاني ببلش اللي هو إنه كيف منظر البحر حلو بجنن والهواء وكل شيء حلو. بس المشهد الثالث ببلش اللي هو شو إنه في إيد هون وفي إيد هون بيطلعوا من الصورة وبيبلشوا إيش يرموا زبالة بالبحر على الشط. في المشهد الثالث انه بتشوفي كيف المنظر، الريحه طالعه والسمك ميت على الشط وبطيخ واشياء غريبه كلها على الشط، انه كيف مبين انه تلوث. بعدين بيجي عندنا المشهد اللي هو الرابع، بيجي اللي هو طفل بيكون ماشي هيك على الشط وشم الريحه طالعه وحاطط ايديك على مناخيره وعلى وجهه، انه كثير الريحه مش طبيعيه وانه بيستغرب انه كيف من وين هاي الريحه جاي. فبيجي عندنا المشهد الخامس، بيمشي شوي شوي بشوف سمكة هيك ميتة على الشط، فبروح يقعد هيك ويرفع الشط شوي شوي بلاقي تحت الشط ملان زبالة، فبيبلش كأنه هيك وجهه تعبيره يعني زعلان وبده يبكي وزي هيك إنه ليش هيك. فبيجي عندنا المشهد الأخير والسادس، إنه بتيجي هيك كفة الإيد والعين مفتحة إنه خلص إحنا شايفين إنه هيك إنه في تلوث وإنه لازم نعمل إشي. تم توصيل الصورة وخلص صارت الفكرة واضحة إنه في تلوث والناس شايفة ومش شايفة وإنه لازم خلص إنه تعمل إشي.